الست نجات لها 3071 جنيه فاصلة 75. اتصلوا بيها وتفضلي تقدمي بصرف التعويض دفعة واحدة وكمان الرصيد الدائن. أم حمادة اللي هي جمالات إبراهيم عبد العاطي من الأسكندرية كانت بتتضرر من إيقاف معاشها عن زوجها نظير مطوع. الشكاية لها رقمين، ده على فكرة رد الهيئة، رقمين. الأول الصحيح تستحق به معاش عن نفسها، التاني خطأ مستفيدة عن زوجها. تم إلغاء توريث المعاش عن زوجها من الرقم الخطأ لتسجيله على الرقم الصحيح، وتم الاتصال بالسيد مدير عام منطقة غرب الأسكندرية بضرورة توريث المعاش على الرقم الصحيح. يعني تم تصحيح الخطأ. كان في رقم اللي بينتهي اللي هو 012-29-16-2-19 كانت بتتضرر من صرف المعاش يوم 10 من البنك، يعني كان المطلوب منها بس تقدم بطلب لتحويل الصرف من البنك لانه يوم 10 ده قانون، او لو او 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 لائحه تنظيميه ممكن تصرفه من البريد في يوم تاني ابكر شويه او من منافذ اخرى، يعني في اكتر من منفذ للصرف لكن البنك بيبقى يوم 10، قبل كده من احدى المنافذ الاخرى ممكن يكون مناسب لها وما الى ذلك. الرقم كمان يعني اشوف شوف الدقه قد ايه، يعني انا بشكرك والله على الدقه دي، اللي هو 012-1-8-9-7 قال كمان حاولنا اتصال بيه لكن الرقم غير موجود بالخدمه، يعني حتى وصلت لهذا الامر ويسجلوه عشان تعرفوا ان لا يضيع حق وراءه مطالب، وكمان ان هذه الحكومه بتعمل ليل نهار عشان رضاء المواطن، ورضاء المواطن هي اسمى امانينا كما يقولون. الاستاذ محمد سعودي جاي يقول لكم النهارده مزايا قانون التامينات الجديد، ما الذي يضيف هذا القانون على الوضع التاميني الحالي؟ اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. انا النهارده مش هسال كتير، انا هسيبك بس تشرح للناس المزايا التامينيه لان الناس كتير مش بتقف عند العناصر الايجابيه اللي موجوده المضافه على قانون التامينات، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قبل ما ابدا اتكلم لازم اوضح حاجه، ان التامينات الاجتماعيه والمعاشات بتعتبر أمن قومي لأي دولة في العالم. التأمينات الاجتماعية في مصر لازم عشان تتحرك لازم يبقى فيه دعم من القيادة السياسية. يعني أول أنظمة معروفة للتأمينات الاجتماعية رغم أن احنا أقدم أنظمة موجودة في العالم وفي الشرق الأوسط، إلا أن أول نظام بدأ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 54. بعد كده الرئيس أنور السادات عمل تطوير للمنظومة بدءا من سنة 1975، استمرنا على هذا الأمر حتى بداية عام 2014. لم يطرأ على المنظومة أي تغيير؟ أي تغيير. كل اللي احنا بنعمله تعديلات على النظام اللي موجود حاليا. عندنا النظام اللي موجود حاليا فيه أربع قوانين. قانون التأمين الاجتماعي على عاملين لدى الغير 79 لسنة 75، عندنا قانون أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 108 لسنة 1976، عندنا القانون العاملين المصريين بالخارج القانون 50 لسنة 1978، عندنا قانون التأمين الاجتماعي الشامل 112 لسنة 1980. يعني عندنا القوانين بتاعتنا مر عليها أكثر من 45 سنة لم يتم التحديث والتطوير فيها، كل اللي بنعمله معالجات للأمور الطارئة اللي بيفرزها الواقع العام. مظبوط، معالجات سريعة لظرف طارئ أو لحالة طارئة بعالجها مباشرة، لكن مساس بالكيان نفسه أو بقانونه نفسه لا. طيب النظام بقى التأمين الاجتماعي ده، نظام التأمين الاجتماعي ده بيشوب حوالي 5-6 نقط، الخمس ست نقط دي هي اللي دعتنا ان احنا لازم نفكر ان احنا نعمل تشريع جديد. اللي هي ايه يا فندم؟ أول نقطة بس أنا هخليها آخر نقطة. اتفضل. أول يعني تاني نقطة، أنا عندي أموال لنظام التأمين الاجتماعي. باخد عوائد استثمار عليها متدنية. تاني نقطة عندي متدنية يعني أنت بتحطها فين؟ هو أنا مش بحطها فين. هو إحنا في قانون بنك الاستثمار القومي قانون 119 لسنة 1980 كان بيلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان تحط فوائد اموالها في بنك الاستثمار القومي. كويس، بنسبة الربح. بنسبة كان بنك الاستثمار القومي بيدينا فوائد على الاموال دي بتتراوح ما بين 9 و11% حتى مؤخرا، في حين ان العوائد اللي موجودة بره في السوق اكبر من كده. بجانب ان
التدني دون أنا عندي مديونية قبل الخزانة العامة، الخزانة العامة ادتني سكوك بيها، السكوك بيها مديونيتك للخزانة العامة قد ايه؟ مديونيتنا للخزانة العامة بتقدر بحوالي حوالي مثلا 640 مليار. 640 مليار ده لكم عند الخزانة العامة؟ عند الخزانة العامة. اه بل حضرتك في دي ارقام محققة المدقق منها 367 مليار والباقي جاري كان تدقيقه. كانت على الأموال المدققة كنا بناخد عائد استثمار عليها 8 يعني بدأت ب 8 وارتفعت ل 9% في حين ان عوائد الاستثمار بره أكبر من كده تقريبا الضعف. فلذلك أنا عندي عوائد الاستثمار بتاعتي متدنية. مظبوط. بل حضرتك تالت نقطة عندي عجز شديد في التوازن المالي والاكتواري الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو أنا قفلت النظام على المشتركين فيه المفروض يبقى عندي أموال تكفي آخر واحد هيستحق أو هيخرج من المنظومة دي. أنا عندنا العجز الاكتواري اللي اتثبت للصندوق العام والخاص بيقدر ب 202 مليار جنيه. يعني عندي عجز اكتواري بجانب إن أنا نسب أو الاشتراكات. عجز اكتواري في الصناديق؟ عجز اكتواري في الصناديق يصل كم؟ 202 مليار. 202 مليار. بجانب إن أنا العجز الاكتواري دون أنت مش بتتخضم الأرقام دي؟ نعم مش بتتخضم الأرقام دي، أرقام كبيرة قوي. ما أرقام كبيرة بس دي على مدار سنين فاتت. يعني ده مجمع. مجمع احنا بنجمع المديونية لحد آخر وقت، يعني آخر وقت عندنا في 30/6/2019 وصل حوالي إجمالي المديونية طرف بنك الاستثمار ووزارة المالية والعجز الاكتواري دايما منصوص عليه في القانون اللي تحمله الخزانة العامة للدولة. وصل حوالي نقارب من حوالي 900 مليار. الحاجة التانية أنا عندي تهرب تأمين. تهرب تأمين يعني إيه؟ يعني عندي بعض أصحاب الأعمال. المفروض أنا بدفع التلت وصاحب العمل بيدفع التلتين. يجي على التلتين بتوعه؟ لا مش تلتين بس كده يا فندم، ده هو ممكن حضرتك ممكن صاحب العمل ما يأمنش على كامل العمالة. على كام؟ مظبوط. وممكن يأمن على الأجور غير الحقيقية بتاعت الناس. مظبوط. الحاجة التالتة أنا كان بيعاب على نظام التأمين الاجتماعي الحالي ارتفاع نسب الاشتراكات. نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 25%، 10% بيدفعهم المؤمن عليه، 15% بيدفعهم صاحب العمل. ده عالي. عالي، وكان بيعاب على النظام بكده. وده على فكرة كان يؤدي للتهرب. وكان بيؤدي للتهرب. حضرتك متابع كويس الموضوع. النقطة الأخيرة إن أنا نتيجة إن أنا الأجور بتاعتي ما بتتحركش بآلية زي ما بقولوا حقيقية أدى لتدني قيم المعاشات. يعني أنت حضرتك ممكن يبقى عندي واحد بياخد أجر لكن أنا عندي أجر تأميني غير الأجر الحقيقي اللي هو بيتقاضاه. عشان كده ياخد هو 7000 جنيه في الوظيفة يطلع مثلا ب 700 جنيه يبقى هيحصل إيه؟ ده نتيجة إيه؟ نتيجة اللي سيادتك بتقول عليه؟ أيوة يا فندم. في الوقت دون تم تكليف او تكليفنا بان احنا نبتدي نعمل مشروع قانون، وتكليف التكليف دون كان متابع على اعلى مستوى. إرادة سياسية متحققة بان احنا نعمل قانون جديد لحديث لاصلاح النظام. لا يمكن على الاطلاق النظام يستقيم بهذه المديونيات وبهذه الفوائد اللي هي لا تعبر عن واقع القطاع المصرفي. ايضا عشان كمان نخفف من حدة التهرب ونقلل النسب ديت ويبقى في حالة حقيقية بحالة تأمينات حقيقية، وده حق الناس. نرجع بقى لاول نقطة. انتوا امناء على الفلوس على فكرة. نرجع لاول نقطة بقى أول اللي انا قلتها لحضرتك التشابك المالي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار. وكان لابد من فض هذا التشابك. احنا بدأنا نشتغل على مشروع القانون الاول، اتشكلت لجنة في سنة 2014 من الفنيين. عدت مشروع خبراء. القانون. لا الفنيين الأول. الفنيين اولا. عدت مشروع القانون. مشروع القانون المسودة الأولانية اتراحت لي لجنة شكلت من الخبراء. كويس. الخبراء دي بتشمل مين؟ بتشمل أساتذة قانون، ممثلين لأصحاب المعاشات، ممثلين لأصحاب الأعمال. يعني أصحاب المعاشات كانوا ممثلين؟ أيوة يا فندم كانوا ممثلين. مهم أوي أوي. أيوة يا فندم. وأصحاب الأعمال ممثلين. ممثلين أصحاب يعني ده الأعمال. ده تعبير عن القطاعات كلها. أيوة يا فندم. بجانب
ان كان مشارك معانا الشريك الاساسي وزاره الماليه. مظبوط. بل حضرتك اشتغلنا على المشروع. كان في حضور لبنك الاستثمار؟ كان في حضور، بس حضور جه في الوقت اللي هو ايه؟ الاخير. الاخير. لان بعد كده كان حصلت امور اسردها لحضرتك. اتفضل. اللجنه اشتغلت وطلعت مسوده قانون. معروف ان انظمه التامين الاجتماعي من الانظمه المكلفه ماليا. واي كلمه بتتكتب ليها تكلفه وعبء مالي على طول، بتترجم ماليا. فلازم كنا نعرض الموضوع ده على خبراء اكتواريين وكانوا مشاركين معنا في اللجنه. هايل. انما علشان نتاكد ان اللي احنا بنعمله ده اجراء صح، اتعرض على منظمات دوليه. تمام. زي منظمه العمل الدوليه. هايل. والبنك الدولي. هايل. عشان نتاكد ان احنا. عظيم. كانت دايما النقطة اللي بتقابلنا ان الاموال بتاعتكم فين؟ سؤال. فالاموال بتاعتنا اغلبها مديونيات. فكان اول باول بيتعرض التطورات اللي بتحصل على القيادة السياسية. القيادة السياسية وجهت بضرورة